يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هل يؤخذ من هذا أو هل يفهم من هذا أن الفطرة دليل على إقامة الحجة؟ الفطرة قابلة للحق كما ذكرنا، وقلنا تربة صالحة مثل التربة الطيبة إذا نزل عليها المطر تقبل وتنبت وتمسك الماء للناس، بخلاف التربة الفاسدة فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلام كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.